التقرير رائع ده، وبجد يعني ربنا يخلي كل أم بتحاول إن هي تصرف على أولادها لغاية ما تربيهم وتعلمهم يبقوا زي البنات اللي كانوا جنب. أنا مبسوطة إن هم كمان عايزين يتصوروا ويطلعوا، اللي طبعًا قالت لك أبوس إيديها ورجليها طبعًا. يعني قد إيه هي ربت كويس والله. في نسبة من الجهاز المركزي للمحاسبات إن في 25% من الأسر المصرية بتعولها النساء. في 25% من الشعب المصري بتصرف عليه الستات من ناتج عملها، إما لأن الجوز مريض أو مهاجر أو مسافر، ولكن ده ما يتناقضش إن في راجل محترم، ما بقصدش بس إنه بيتولى مسؤولياته مع أسرته، إنما أقصد إنه بيكون فعلا سند وفعلا أمان وفعلا كده، وما فيش واحد صفر. أحسن هلغي الماتش ومنتهى الديمقراطية. بحس كلام ألف ليلة عارفين ألف ليلة مش ألف ليلة وليلة. أنت قولي لنا إحنا عندنا إيه يا أستاذ؟ عندنا النهاردة في الفقرة الرئيسية ضيفتين متميزتين جدا. عندنا بنوتين نسمه اللي فازت بجائزه بالمركز الاول ستار اكاديمي، وهي مصريه وبنت صوتها خاص جدا، وهنسمع اغانيها ونسعد بيها. اللقاء الثاني مع اماني، واماني بقى حاله خاصه جدا. اماني عامله اذاعه وعامله دار نشر وعامله كتاب اسمه مطلقه، يعني اماني حاله. احنا بنقدم نماذج من البنات، عشان احنا قلنا اول يوم في برنامجنا احنا صوت النساء ونرى العالم بعيون النساء، بنقدم نشوف بطلتنا. نشوف اذاعه بنات وبس بتقدم ايه بالظبط ان شاء الله. نروح لفاصل ونرجع لكم مع الصوت المصري اللي حاز على المركز الاول السنه دي في ستار اكاديمي، نسمه محجوب.